جامعة الموصل تتعافى وتمحو صور الدمار وتعود من جديد بأجمل صورة. حضرنا حفل افتتاح مسرح الجامعة الكبير، هذا الصرح الثقافي والفني المهم والمميز في جامعة الموصل. أكيد هذا الصرح الثقافي أو المسرح سوف يعيد النشاطات الفنية والثقافية إلى جامعة الموصل وإلى محافظة نينوى أيضا. واليوم احنا جدا سعيدين ومسرورين بإعادة أول مسرح في محافظة نينوى. أكيد هذا المسرح سوف يساهم في يعني تنشيط الحركة الفنية والثقافية في محافظة نينوى. أيضا نتمنى أن يكون هناك تنسيق وتواصل ومد جسور بين جامعة الموصل ونقابة الفنانين لغرض إقامة المهرجانات الموسيقية والغنائية والعروض المسرحية والعروض السينمائية في هذا المسرح، لأن محافظة نينوى لا زالت لا تمتلك مسارح خارج الحرم الجامعي. وأيضا نوجه نداء للحكومة المحلية أن تهتم بجانب الثقافي والفني من خلال تخصيص الأموال لإعادة إعمار مسرح الربيع الذي يعتبر الواجهة الفنية والثقافية لمحافظة نينوى ومن أقدم المسارح. درامية قصيرة بعد ما تم خراب المسرح قبل حدوث داعش، فهي اللوحة احنا عندنا تأهيلها اليوم وحتى نشوف ان هو المسرح عاد نهضته من جديد واثبت وجوده ان هو المسرح ما خرب ولا تم تخريبه من قبل داعش. طبعا يضيف شيء لانه المسرح هو وجوده جدا مهم بهذه المدينه، لانه مدينه مليئه بالمواهب الممثلين الفنانين، ومعروف على مدينه الموصل هم منو اللي يخرجون من عندها الفنانين. هذا المسرح راح جزء بسيط يظهر الفنانين.